لو محمود فيشاوي معايا على الخط، اللقاء لايف مع لو محمود الفيشاوي مدير نادي زايد. عايزين نشوف الدنيا عنده عامله ايه ان شاء الله. اكيد احتفاليه كبيره ونحب نشوف اللقاء معاه. فرع النادي الاهلي بالشيخ زايد وهذا الاحتفال العظيم الرائع بعياد شم النسيم وعياد الربيع. دايما النادي الاهلي عودنا ان ورا كل احتفال رائع ورا كل ايفنت عظيم اكيد في رجال بيقدرون قيمه المسؤوليه وقيمه اعضاء النادي الاهلي والسهر على راحه اعضاء النادي الاهلي، واكيد سياده اللواء محمود الفيشاوي مدير فرع النادي الاهلي بالشيخ زايد من هؤلاء الرجال الذين يعرفون قيمه المسؤوليه متواجد معانا الان، واكيد هنرحب بيه. برحب بيك سياده اللواء محمود الفيشاوي على شاشه قناه نادينا قناه النادي الاهلي. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا بنشكر قناه الاهلي ونقول كل سنه وانتم طيبين للاخوه الاقباط، كل سنه وانتم طيبين لاعضاء الجمعيه العموميه لجميع اعضاء النادي الاهلي، كل سنه طيبين لمصر احنا، وان شاء الله كل سنه طيبين للامه الاسلاميه بحلول شهر رمضان ان شاء الله. طبعا احنا ضمن برنامج عائله النادي الاهلي، كان من ضمن البرنامج اللي هو اقامه الحفلات الترفيهيه والاهتمام بالنواحي الاجتماعيه لاعضاء النادي، ده بياخد منا اهتمام كبير قوي. واحنا طبعا عيد الربيع من الاعياد او المناسبات اللي المجتمع المصري اعتاد على انه يحتفل بيها من عاداتنا وتقاليدنا. احنا ان شاء الله ابتدينا نجهز لهذه الاحتفاليه، من قبلها قدمنا مقترحات للمدير التنفيذي للنادي، وفعلا الراجل الاستاذ محمد مرجان صدق لنا على كل حاجه ان احنا عايزينها. طبعا هذه الامور بتعرض على مجلس الاداره، اتصدق على كل الحاجات اللي احنا طلبناها. عملنا تجهيزات اداريه من كل ما يحتاجه العضو، من هو يقعد ويكون في راحه وفي يسر، ليه قاعده مميزه، ليه مكان جلوس راقي، ليه عبينا نغطي كل الاماكن عشان الشمس. النهارده العضو بيجي الموضوع بالنسبه له يسر، هو بيجي كانه حاجز في 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 مقعد في طياره، جاي بيقعد على مكانه مفيش مشكله خالص يعني. فالحمد لله جهزنا تجهيز كويس، غطينا اجزاء كبيره من النادي علشان درجه الحراره والشمس. طبعا ادينا توجيه كويس قوي للامن، الموضوع بيبقى النهارده يوم شاق على افراد الامن. عايزين اهم شيء انك انت لازم تكون بتبتسم في وجه العضو بحيث انك انت الامور تمشي بيسر ويبقى في فرحه وبهجه. التجهيزات الاداريه اللي احنا صنعناها زي الشكل اللي انتم عارفينه في الجلوس اللي يضيف بهجه للعضو، يخش انت داخل على مكان انت سعيد صدرك منشرح بيه. وطبعا كان في ضمن البرنامج الاحتفال، وبنهتم بالجانب الاجتماعي والجانب الاطفال. عملنا احتفال من الصبح للاطفال، عملنا ورشه فنيه لاعياد الربيع في تلوين البيض وعمل الحاجات اللي هي تخص اعياد الربيع. عملنا حفله شو عرايس للاطفال، كان في زومبا حاجه جديده للاطفال الناحيه الترفيهيه والبدنيه. كان في فقره من فقرات الساحل والاراجوز، كل الحاجات اللي هي تهم الطفل وتسعده وتهم الاسره وتسعدها. وبنختم اليوم ان شاء الله النهارده بحفله كبيره من الساعه 6 للساعه 8، بيحميها اثنين مطربين معروفين، المطربه ياسمين نيازي وهي معروفه، والاستاذ محمود شاهين وهو ده فاز بستار اكاديمي. ان شاء الله يكونوا في اسعاد للعضو وينتهي اليوم بخير. في هذا الصدد طبعا انا بشكر مجلس اداره النادي الاهلي يتمثل في كابتن محمود خطيب، اللي هو يعني هو تملي يقول لي خلي بالك مهم العضو قوي، العضو لازم نهتم بالعضو، لازم العضو يلاقي راحه تقدر تتكلم معاه لو في مشكله تتحلله. هذا الجانب احنا بنراعيه كويس قوي بحيث ان احنا اعضاء الجمعيه العموميه دول اهلنا، دول بيتنا، دول عائله النادي الاهلي اللي احنا تملي بنشرف بيها وبنهتم بيها. انا ببقى سعيد جدا يعني، اكتر سعاده ليا لما تلاقي واحد بيبتسم، واحد مبسوط، واحد جاي بيشكرك. احنا يعني بنعمل الكلام ده، احنا بنحب النادي الاهلي والقائمين على النادي الاهلي.
يعني احنا مشجعين لنادي الاهلي واعضاء في النادي الاهلي، وكمان ربنا اكرمنا واشتغلنا في النادي الاهلي او القائمين على النادي، فطبعا هم اكتر حرصا منا اكتر على هذا الكيان، يعني اللي احنا بنحبه وبننتمي ليه جوه عائله النادي الاهلي، وكل اعضاء النادي الاهلي دول اخواتنا دول عائلتنا، ونشرف ان احنا نكون جزء منهم ان شاء الله. هاخد من كلام حضرتك النادي الاهلي هو الطرف الاهم والاقوى في المعادله الرياضيه المصريه، وكان خطاب الكابتن محمود الخطيب في برنامجه الانتخابي هو عائله النادي الاهلي. النهارده جميع الفئات العمريه موجوده، تلاحم، لقطه اكثر من رائعه للاطفال، تجاوب النهارده مع الشو على المسرح، وحضرتك متواجد من الصباح الباكر وسط اعضاء النادي الاهلي. اكيد ده بيخلق نوع من السعاده والتواصل ما بين عضو النادي الاهلي وما بين المسؤولين الاداريين داخل اروقه وجدران النادي الاهلي فرع النادي الاهلي بالشيخ زايد. الحقيقه ان التواصل مع اعضاء النادي الاهلي والاهتمام بيهم ده شغلنا، يعني ده اكبر جزء من تفكيرنا هذا الموضوع، ان احنا تملي عائله واحده. في توصيه من مجلس اداره النادي الاهلي بهذا الصدد، ان احنا كيان كبير عائله واحده وبنمو مع بعض، في تواصل للاجيال، النادي الاهلي باقي وكلنا بننتهي قبل كده من ايام ما اتنشا النادي الاهلي 1907، والناس عظام في مجلس اداره النادي الاهلي ورؤساء مجلس اداره النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي وعاملين الموظفين كلهم، كله بيفنى وبقى كيان النادي الاهلي اللي احنا كلنا بنتكاتف ان احنا نكون تحت مظلته، وان احنا طبعا يكون لينا لبنه في ان احنا نبني في هذا الكيان ضمن اعضاء النادي الاهلي. هم كمان هم عندهم انتماء شديد للنادي الاهلي، بينموا هذا الانتماء للطفل، هم بيقول له الطفل تملي ايه، يعني انا بلي يقول له ايه ده بيبو. هو الولد انا بشوف الكابتن الخطيب موجود هنا، الواد يعني احنا سبقناه يقول لك ده بيبو انت شفته ده بيبو، وابتدي يجري عشان ايه يقابل رئيس النادي. رئيس النادي يقوم واقف بقى، ولو هو طفل صغير يبتدي على كل المواضيع قفل ما فيناش كاني وما فيناش مالي كاني ايه ده الدنيا ربيع من الشباب من كل اللي موجودين في النادي، من الامهات والنساء وكل الكلام اللي موجودين دول لاسعاد النادي الاهلي، احنا كلنا في هذه البوتقه في عائله النادي الاهلي، فان شاء الله يعني احنا كلنا ضمن في هذا الكيان ضمن عائله النادي الاهلي وبرنامج النادي الاهلي، ونحن بنعمل تواصل اجيال. احنا النهارده بفتره من الوقت بعدنا في رساله قدمها الاخرين بننمي في احفادنا، جيل بيسلم جيل، جيل بيسلم جيل، في تواصل، احنا بننمي في اولادنا واحفادنا ايه هو النادي الاهلي، ايه عظمه النادي الاهلي. الاهلي كيان بيفرق عن اي مكان تاني. ايه انا كنت في مؤسسه عسكريه، انا اتعلمت في النادي الاهلي حاجات كتير. احنا ملتزمين، تعاملنا الالتزام، تعاملنا ان في اطار للتعامل، وفي اطار للتواصل، وفي اطار للتعامل مع العضو، وفي مسؤوليات عليك انت لازم تقوم بهذه المسؤوليه. احنا اداره محترفه، اداره النادي الاهلي اداره محترفه، فعلشان كده احنا بننمي التواصل وبنوصل الاجيال وبننمي في عائلاتنا وفي اولادنا واحفادنا هذا الكيان. هم كمان هو انا عايز اقول هو الطفل بقى ده يقول لك ايه تيت اهلي بيبو هو دي حاجه ايه بتلقائيه من عنده، فهو طبعا هذا الكيان العظيم اللي احنا بننتمي ليه وبنشرف ان احنا ننتمي ليه، بالنسبه لينا ده عمرنا يعني، ونربي اجيالنا على كده، والحمد لله ان شاء الله هذا الكيان بالقائمين عليه يكون زي ما هو. احنا بنقول الاهلي فوق الجميع، الاهلي هو الاول. احنا انا شخصيا ما اعرفش حاجه غير لازم تبقى الاول، هتجيبها ازاي انت في النادي الاهلي، انت لازم الاول. فان شاء الله احنا في هذا الصدد بنتعامل مع اخواتنا وابنائنا وامهاتنا الاعضاء النادي الاهلي، بنحاول نساعدهم، بنحاول احنا جزء منهم وهم جزء من احنا داخل عائله النادي الاهلي، بنحاول هذا الكلام يكون عندهم الاحساس ده وصل لهم. يعني الناس في فرع الشيخ زايد هنا
سعداء جدا بالنادي الاهلي، سعداء جدا بكابتن محمود الخطيب على راس مجلس اداره النادي، سعداء بمجلس اداره النادي الاهلي. مفيش مناسبه غير هم بيشيدوا بالنادي الاهلي وكيان النادي الاهلي والحاجات اللي بيحصل في النادي الاهلي. وهذا كلام انعكس على عدد العضويات اللي جايين على الشيخ زايد. انت النهارده بتتكلم مش اقل، هذه احصائيه موجوده، مش اقل من 8000 عضو جوه النادي النهارده. ان احنا بنقول ان التذكره غلت ده هتقل الاعداد، لا، انا عامل عندي احصائيه داخل في 400 ضيف، 400 ضيف النهارده. عندنا احصائيه بعدد الباركنج. فالنهارده انت بتتكلم في حوالي 8000 عضو موجود وضيف. لا، هم بيحبوا النادي، هم ده يحبوا النادي مهما يكون. فهذا الكلام ان شاء الله احنا في شغالين في هذا الاتجاه.